لماذا تركت المنتج محمود شمس؟ ما سبتوش انا رجال ولا فكره. ايه؟ ما اقدرش اسيبه. يعني حصل ايه لك؟ ما هياش حاجه فور ايفر يعني، ده شيء طبيعي يعني، ده المشوار الطبيعي للممثل ان هو يجي له عرض هنا يعمل مع الشركه دي، يجي له عرض هنا يعمل مع الشركه دي، لكن هو مش اخر تعامل بينا. ده انسان انا برتاح معاه في الشغل جدا، ووقف معايا في مشوار نجاحي واقفه جامده، وبنتفاهم كويس قوي في الشغل. في بينا على المستوى الشخصي كمان صداقه عائليه قويه قوي ومعزه قويه قوي. طب دي مواصفات تتساب يا مي؟ ما هو مين اللي قال ان انا سبته؟ انت تعاقدت مع انتاج اخر صح؟ مع شركه انتاج اخرى. انك تعملي عمل بره وترجعي تاني يبقى ده معناه ان انت سبتيه دي يعني لازم يبقى مش هتشتغلي معاه تاني، مناويين ما تكملوش خالص تعامل تاني مع بعض يعني؟ لا. لانه محمود شميس ليه معزه كبيره قوي عندي. تعبنا مع بعض كتير، وجزء كبير من نجاحي ومن المكان اللي انا فيه ليه علاقه بشغلنا مع بعض. تقولي له ايه؟ بقول له الكلام اللي انا قلته ده، بقول له ان هو من اهم الناس في مشوار حياتي. زعل منك ماي؟ لا. تفهم هذا الامر؟ هذه وجهه النظر تفهمها؟ جدا. لا احنا متفاهمين جدا يعني، جدا من اكتر الناس اشتغلت معاها وفهماني. لماذا قمت بمشاركه في الليمبي مع محمد سعد؟ عشان بحب اشتغل مع محمد سعد جدا، وعلشان هو نجم كبير جدا وليه جماهيريه كبيره قوي وفنان للنخاع يعني. يعني كان متعة. نوع من مجامله، نوع من وقف الى جنبه. هو لما جابني في بوحه كانت اضافه ليا، وانا بعتز بالفيلم ده جدا لانه اضاف لمشواري وعمل لي جماهيريه كبيره برضو. فمش معنى انه لما بعد ما بقيت بطله بشيل اعمال لوحدي، يوم اما يبعت لي تاني محمد ويقول لي انا عايزك في الليمبي 8 جيجا، ما ينفعش اقول له لا.